تحية أخرى مشاهدين الأكارم، ضيوف حلقة كورة هذا المساء هم لاعبي والمختصين بالمنتخب الوطني لكرة الصالات أصحاب وصافة البطولة العربية، نستقبلهم واحدا واحد، والبداية من المدرب المساعد الكابتن حسين عبد علي. تفضل كابتن، حياكم الله. تفضل كابتن. وأيضا نستقبل المنسق الإعلامي للمنتخب الأستاذ عدي صبار، حياك الله أستاذ. ما وقفتك الإشارة إن شاء الله. عمار ما وقفك، ما سوى لك كيف؟ عمار ناصر سيطرة. كيف هو؟ وأيضا نستقبل الكابتن أحمد دريد، حارس مرمى المنتخب الوطني والمتحكم بشؤون هذه الحلقة. عليكم السلام، أهلا حمود. ونستقبل أيضا اللاعب علي شهاب. يا الزاهر، الهدف هو من يسجل حيدر الحكيم. وأيضا نستقبل محب الدين جمعة الذي آل على نفسه أن يحضر وهو مصاب، متكئا على عكازه ليحضر إلى هذه الحلقة الاحتفائية الخاصة من برنامج كورة. الحمد لله على سلامتك. السلام عليكم. وأهلا وسهلا بك. الله يخليك. وإن شاء الله بالبالي. ولا بيك ها؟ لا لا. وأيضا نستقبل آخر ضيوف هذه الحلقة، اللاعب حامد علاء. مرحبا بك حامد، أهلا وسهلا، حياكم الله. وسيكون معي أيضا كل من الحارس زاهر مهدي من كربلاء عبر الأقمار، مرحبا بك زاهر، حياكم الله. وأيضا سيكون معي اللاعب وليد خالد من النجف الأشرف. نبدأ كورة بعد الفاصل. وقت الله.